بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. دي سلسلة فيديوهات بتتكلم عن حاجات معينة لو طبقتها في حياتك هتفرق معاك على مستوى تطورك المهني أو تطورك الشخصي. طيب، تاني موضوع هنتكلم عليه النهاردة هو إنك تراجع على شغلك. يعني كلنا عارفين ان احنا يعني هنراجع على شغلنا وبتاع ومش عارف ايه، بس ما حدش بيعمل الكلام ده. معظم بيبقى فيه غلطات تافهة وحاجات بسيطة جدا بتغلط فيها. بعد ما بتسلم شغلك بتكتشف ان هي عدم تركيز. حلو، ده بسبب ايه؟ بسبب عدم المراجعة. فكلنا عارفين الحاجة بس كلنا مش بنimplement الكلام ده، مش بنطبقه. حلو، طيب خلينا ناخد مثال عن الموضوع ده. كم مرة في امتحانات قبل كده امتحنتها، سواء ثانوية عامة او امتحانات في جامعة او امتحانات في كويز او واتيفر، يعني اي امتحان دخلته، كم مرة بعد الامتحان ندمت وقلت يا ده انا كنت عارف الاجابة دي وجاوبتها حاجة تاني، يا ريتني مش عارف ايه، يا ريتني رجعت على الامتحان، يا ريتني رجعت قبل ما اسلم الورقة. ده الشخص اللي ما بيراجعش، اللي بيخلص الدنيا تمام، سلمت ورقتي، خلصت الامتحان، الاجابات انا زي الفل، سلمت الورقة، بيلبس على طول. يجي يلاقي نفسه غلط غلطات، ناقص مش عارف كام درجة. طب نقصت ليه؟ ده انا حلل كويس، ده انا عارف الاجابات كلها. كل المشاكل دي بتيجي بسبب عدم المراجعة. حد خد تاسكايه سلمها، التستر رجع له فيها مشاكل قد كده. ليه؟ بسبب ان هو ما رجعش، ما تاكدش من الحاجه اللي عملها قبل ما يسلمها. ولو اتاكد لازم يتاكد مره واتنين وتلاته. لو عمل كده المشاكل دي مش هتجيله. اللي خد الامتحان بعد ما خلص مخطط من قبل ما يخش الامتحان بيفرق بكتير جدا عن اللي داخل بشكل عشوائي. انا راجل داخل الامتحان مخطط، الامتحان مدته ساعتين، انا لازم اخلص الامتحان في ساعة ونص، هتشقلب واخلص الامتحان في ساعة ونص، وقدامي نص ساعة مراجعة، انا براجع على الاجابات اللي انا كتبتها. عارفين عامل زي ايه؟ زي اللي بيرمي كلام دبش، اللي بيرمي كلمة كده دبش في نص الكلام وبعد كده يكتشف ايه ده، وانا اللي انا قلته ده صح، لا ده انا ما كانش ينفع اقول كده. كأنك بتبص على نفسك، كأنك بتبص على نفسك من شخص تاني، بتشوف اللي انت عملته ده ايه. فهي المراجعة كده، انت ما بتيجي تراجع بعد ما بتخلص بتحط نفسك مكان الشخص اللي بيصحح. اما اشوف بقى ايه، تخيل كده انت بتقرا ورقه مش بتاعتك اصلا. حلو، يعني انت وانت بتحل ما بتبصش لده. تخيل وانت بتحل ورقه الامتحان او بتقرا بتراجع على ورقه الامتحان بتاعك، انك كان الورقه دي مش بتاعتك، واحد تاني اللي كاتبها، وانت بتقول ايه ده، ايه اللي هو كاتبه ده، المفروض الاجابه تبقى كده. ساعتها طريقتك هتختلف وانت بتجاوب على الحاجة، لما تحط نفسك مكان المصحح وان الورقة دي مش بتاعتك وبتقراها كأنك بتقرا كلام حد تاني مش بتاعك انت، تعرف تحكم على الامور بشكل منطقي، مش عشان الحاجة بتاعتك جميلة. انت مين يعني عشان الحاجة بتاعتك تبقى جميلة؟ كلنا بنغلط مهما كان امكانياتك او خبرتك يعني. اللي بيراجع، اللي مخطط انا هخش الامتحان ساعة ونص، خلصت الامتحان ونص ساعة مراجعة، مليون في المية هيكتشف حاجات كاتبها غلط او حاجات نسي يكتبها او حاجات محتاجة تتكتب بشكل افضل من ده، مليون في المية. واللي يقول غير كده يبقى غلطان. محدش بيقفل حاجة من أول مرة، كلنا بشر وكلنا بنغلط.
مليون في المية، وانت بتحل هتلاقي نفسك سقطت حاجة، وانت بتراجع سقطت حاجة، سؤال سقطت إجابة في النص، كان في حاجة هي اللي فيها المفتاح بتاع الإجابة اللي المفروض تتكتب وما كتبتهاش. في الماس الماثيماتكس طبعا ممكن تكون سقطت ستيبس في خطوات الحل، سقطت رقم حسبته غلط وانت متسربع وبتحل. مليون في المية هتكتشف أخطاء، تمام، وممكن ما تكتشفهاش من أول مرة، يعني ممكن تراجع مراجعة أولى من أول سؤال لآخر سؤال تكتشف شوية حاجات. حلو، ممكن تيجي تراجع تاني مرة تكتشف حاجة تانية ما خدتش بالك منها في أول مرة، ممكن تيجي تراجع تالت مرة تكتشف حاجة ما خدتش بالك منها في أول مرة في تاني مرة. فأنت عشان كده لازم 3 مرات تراجع على حاجتك، أي حاجة هتعملها في حياتك ادي لنفسك 3 مرات تراجع عليها. كم تاسكاية سلمتها للتستنج تيم بعد ما خلصت المشروع بتاعك ورجعوا لك عليها غلطات؟ وما بنتعلمش، بنعمل نفس الحاجة تاني ويرجع لنا أخطاء وعادي. طب ليه؟ ما أخد تشالنج، أخد تحدي، أخد تشالنج مع نفسي إن ما يرجع ليش المرة دي غير غلطة واحدة بس، اللي بعده أخد تشالنج مع نفسي إن المرة دي ما يرجع ليش ولا غلطة من التستر. هيحصل إزاي بالكلام ده؟ إن أنا راجع مرة واتنين وتلاتة، ان انا ابص على التاسكاية بتاعتي من منظور مختلف، كأن مش انا اللي عاملها، كأني واحد بره كده جاي من الشارع بيبص على الحاجة دي وبيحكم عليها. نظرتي للامور هتختلف عن طريق ان ادي التاسكاية دي لصاحبي تست عليها، ممكن يطلع لي فيها حاجة، صاحبي اللي معايا في الشغل يعني، او زميلي اللي معايا في الشغل، اقول له بص خد تست الفانكشناليتي دي، هو ممكن يعمل حاجة انت ما تجيش في خيالك عشان انت اللي عامل التاسكاية، فيقول لك اه الحتة دي فيها مشكلة، لما دوست باك حصل ايه، لما رحت على الهوم بيج وانا في الصفحة دي الابليكيشن عمل كراش. ممكن يجرب سيناريو مختلف ما جاش على بالك. فتراجع، تراجع مرة واتنين وتلاتة على شغلك، تراجع مرة واتنين وتلاتة على امتحانك، اي حاجة بتعملها لازم تراجع عليها. المراجعة دي هتكسبك وهتفرق معاك وهتفرق في انتاجيتك بعد كده على المستوى البعيد. هتلاقي نفسك ابتديت تطلع الاوتبوت بتاعك، بقيت بتنتج افضل، بقى يرجع لك اخطاء اقل بكتير من الاول. كل مرة خد تشالنج ان يرجع لك اخطاء اقل من الاول، وقعد قيس واكتب انا رجع لي كام غلطه المره دي، طب التشالنج اللي جاي يرجع لي اقل، التشالنج اللي جاي يرجع لي اقل، لحد ما تاخد التشالنج ان ما يرجع لكش حاجه خالص. ده هيحسن طريقتك في التفكير وهيحسن انتاجيتك وهيخليك في تشالنج تحدي بالنسبه لك ان تفكر في الحاجه بشكل افضل. دايما عايز الاوتبوت يبقى كويس، فكر في الحاجة بمنظور مختلف كأنك شخص تاني بيحكم على الحاجة، زي ما انت بالظبط بتحكم على يعني مثلا في شخص قدامك، فانت مثلا كراجل تيك ليد مثلا بتحكم على شخص سينيور ولا شخص حد من التيم بتاعك سينيور مثلا، فانت بتقول والله انا مش عاجبني في الحتة دي، انا مش عاجبني اللي معرفش ايه، انا محتاج يطور في نفسه الحتة دي. احكم على نفسك كده، شوف المنظور كأنك حد تاني بيحكم على الامور، هتلاقي نفسك بتحسن حاجات كتير في نفسك مع الوقت. ما تستناش ان اللي بره يقولك، لان مش دايما هتلاقي ده، مش هتلاقي بره دايما ان حد يلاقي فيك حاجة ويقول لك لا انت محتاج تحسن الحتة دي، مش دايما هتلاقيه، فحاول تجيبها منك انت. تخيل انك شخص تاني وبيحكم على شغلك، بعد ما تخلص الشغل ده راجع مرة واتنين وتلاتة، هتفرق معاك
بشكل كبير جدا في حياتك، واعمل الكلام ده في شغلك او في اي حاجة بتعملها في حياتك.